الرسالة ديالي هي الأسر، يعني الآباء وأولياء ديال الأطفال وديال المراهقين، أنهم يحاولوا أنهم على الأقل أنهم يضبطوا الوليدات ديالهم خلال هذه المرحلة، وتجنب ديالهم يعني استغلال هذه المفرقعات وهذه المجموعة من الأدوات اللي هي مسيئة للحياة اليومية ديال الأطفال. يعني هو الترفيه حق من حقوق الطفل، ولكن من تيوليو واحد الأشياء تتسوء يعني العملية ديال الأطفال، ما كنقولوا يعني تهاجموا بعضياتهم بالقنابل ولا بالبيض ولا بالماء ولا بمجموعة من المفرقعات تشكل واحد قلق يعني الساكنة والجوار. يعني تنتمنى من الأسر أنها يعني تحرص على الأولاد ديالهم باش ما يتمش استغلال هذه الحوايج. كذلك يعني النمو بالدور اللي تقوم به اليوم السلطات المحلية بإقامة مجموعة من الحملات التنشئية، مجموعة من النقط اللي تتم البيع ديال هذه المفرقعات ولا هذه الأدوات اللي تتم استغلالها ديالها خلال هذا الحفل ديال عاشوراء. وكذلك اليوم اللي نعتبره إيجابي هو أننا اليوم يعني الأطفال في عطلة، يعني سهل باش الأسر أنهم يضبطوا الوليدات ديالهم وأنهم يتجنبوا الخروج مثلا في المنتصف ديال الليل أو في الفترة المسائية، من أجل يعني تجنب أولا تعرفوا أن مجموعة من المناسبات شكلت ضرر لمجموعة من الأسر وكذلك مجموعة من الأطفال اللي كانت أنهم عاهات مستديمة نتيجة الاحتفال بعد الحفل ديال عاشوراء. تنتمنى اليوم المواطنين والمواطنين أنهم يكونوا لقاو الوعي ديال المواطنة يعني ديال الساكنة ديالهم، وكذلك أنهم يتعاملوا في حسن الجوار مع جميع الساكنة في جميع أحياء ديال المغرب. كل ما يهمكم على أمواج كاب راديو.